بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا شباب هنشرح مع بعض ازاي نقدر نستفاد من باور الكمبيوتر، الباور سبلاي القديم اللي كان موجود في كيسة الكمبيوتر، وطبعا انت خلاص ما انتش عايزه او مرمي عند حضرتك، تقدر تستفاد من القيم ومن الخوارج بتاعته. بسم الله ما شاء الله بيخرج لك كهرباء ممتازة جدا. يعني عندك هنا الباور ده بيخرج كام فولت؟ 3.3 من 10 فولت و5 فولت و12 فولت وخمسة واتناشر فولت، اللي هو طبعا جايب لك الالوان بتاعه الايه، بيقول لك ان الجرين ده ايه نظامه، وده الاسمر بلاك كام فولت، ده الارضي، الاصفر اتناشر فولت. هو بيقول لك هنا في طبعا الاستيكر اللي موجود ده بيقول لك ان كل لون ده بيخرج ايه بالظبط. تمام. طبعا عندك بسم الله ما شاء الله امبير محترم، عندك امبير محترم 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 للغايه، تقدر تستفاد منه في جميع الحاجات اللي عندك. ممكن تشغل صب يعني ضخم جدا، عايز امبير عالي، قوه الصوت وأساسات الصوت، عايز امبير عالي، هتخرج هتاخد منه امبير محترم جدا. طبعا عندك هنا في 35 امبير، حاجه يعني بسم الله ما شاء الله، يعني عنده استعداد يشحن بطاريه سياره او بطاريه موتوسيكل زي البطاريه اللي موجوده معانا دي، يقدر يشحن البطاريات اللي زي كده، لان الامبير بسم الله ما شاء الله امبير عالي جدا، 35 امبير حاجه محترمه. وطبعا 5 فولت عندك 16 امبير. طيب نبدا بقى في الشغل على طول عشان ما نطولش في الكلام، نبدا في الشغل. مبدئيا هتجيب الباور وهتوصل فيه كابل الباور بتاعه علشان يبقى ايه كهرباء واصله الباور. طبعا عندك الفانه ما بتلفش اهي، انا هقعد كده وهجيب السوكت ده. طبعا هتيجي دايما علشان تعرف فين الخطين بتوع الباور، هتيجي على خطين الباور هتلاقي دايما الخط الاخضر، الاخضر اللي قدامك ده مع الارض، مجرد ما وصلهم طبعا قرب لي على الفانه هنا. طبعا اول ما اعمل قفله ما بين هات لي دي وهات لي دي، اول ما اعمل قفله ما بين الاخضر والاسمر الفانه هتشتغل والباور هيشتغل. طيب نجرب بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، نجرب مع بعض كده. بسم الله ما شاء الله الباور اشتغل قدامك، وطبعا جميل جدا، مفيش اي صوت ولا في اي ازعاج، حاجه جميله جدا، نقدر ناخد منه قيم. تيجي بقى نقيس الايه الفولتيات ونشوف عشان نتاكد ان الاستيكر ده مظبوط والخوارج مظبوطه ولا لا. هنيجي على الافو والباور شغال، هنقيس الفولتيه اللي خارجه من الباور. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا نقيس، ناخد فرد ارضي وفرد باور، نشوف الخط ده كام. طبعا الباور هنا بسم الله ما شاء الله لو حصلت اي قفله، بيفصل اوتوماتيك، لو قفله بيفصل اوتوماتيك. تمام، بتفصل عنه الباور وبترجع تشغله تاني بيشتغل معاك. يعني لو حصل عندك اي قفله اثناء الشغل الباور بيفصل اوتوماتيك. طيب نقيس نشوف الكهرباء اللي خارجه كام، دي 12 فولت اهو ما شاء الله، فولت محترم جدا، ده اللون الاصفر الخط الاصفر. طيب نشوف الخط الاحمر، 5 فولت ونص، 5.5. تمام، هنقول بقى نستفاد ايه، نقدر نعمل ايه، نقفل بقى كده ونشيل فيشه الباور ونشتغل مع بعض بسرعه علشان كل اخواتي وحبايبي يستفادوا معايا. مبدئيا في الاول خالص هعمل ايه، هجيب الخط الاخضر اللي هو بشغل الباور والخط الثاني ده، وهبدا افصل كده عندك كده، هنفك كده وناخد الفردتين الاخضر والاسمر، احنا قصيناهم خلاص من السكوت، وهنبدا الاول يعني نحصل على الفردتين دول علشان نعرف هنعمل فيهم ايه بالظبط. اي فرده سمراء، اي فرده اسمر هو الارضي، اي خط مش شرط الخط ده مع الاخضر هو ده اللي هيشغل الباور. هنعمل ايه بقى، هنعزل كده الخطين دول بسرعه، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنعزل كده وهنبدا بسرعه نشتغل، واقول لك تقدر تستفاد وتشغله في ايه بالظبط، وتقدر تستفاد بطريقه محترمه. طيب هنجيب باور زي كده، هنجيب اي باور، زر باور زي كده، وهنقطع الفردتين بتوع الباور وهنعري الخطين بتوع الباور ونشتغل على طول بإذن الله.
هناخد بقى الخط ده مع الخط ده، انا عايز اعمل شغل بسرعة عشان ما اطولش عليكم بس في الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنعزل بشريط اللحام، اخواته حبايبي تعمل لايك للفيديو وتشير علشان نقدر نستفاد. لما حضرتك تعمل لنا لايك هنقدر نستمر بإذن الله. ويا ريت لو مش مشترك في القناة يشرفنا اشتراكك ووجود حضرتك معانا في القناة. كده احنا عملنا زر الباور، نجرب مبدئيا الباور وهنكمل مع بعض وهنقفل وهقول لك هنستفاد ايه وتقدر توصل ايه بالظبط. هو كده شغال، كده فصل، كده اشتغل، كده فصل. هاتلي بقى الراوتر. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بقى نقفل واقول لك هنشتغل ايه تاني. فصلنا كده الباور. انت بقى علشان تقدر تستفاد، تقدر تستفاد من الباور، يعني لو حابب تشحن بطارية مثل دي، بطارية موتوسيكل او بطارية سيارة، ايه اللي هتعمله؟ لازم تكون السلوك عندك محملة والخطوط عندك محملة. يعني هنعمل ايه؟ نقدر ناخد اللون الاصفر، نجمع الاصفر كله مع بعضه ونجمع الاسمر كله مع بعضه. طيب انا مبدئيا هقفل لك طبعا فردتين اتنين، يعني هاخد فرد اسمر، فرد اسمر اللي هو الارضي مع فرد اصفر. هاخد فرد اصفر زي كده مع فرد من الاسمر زي كده. طبعا الاسمر معروف ارضي. هقول لك هنخرج مخرج ايه. انا بختصر لك في الفيديو قدر المستطاع علشان اوصل لحضرتك المعلومة بسرعة. طيب هناخد بقى نعري بقى الفردتين واقول لك هنستفاد منهم ايه باذن الله. بس لو حضرتك حابب تشحن سيارة، بطارية سيارة، بطارية موتوسيكل، اي حاجة، طبعا ما تعملش فردتين بس، انت هتجمع كل الفرد نفس اللون، كل الاسمر عشان الامبير يبقى محترم، وهتجمع كل اللون الاصفر مع بعض. طيب تمام كده جبنا خطين تاني. طبعا ده خط الباور احنا بنشغل منه. وفي الاخر بعد ما تعمل تقدر تشيل كل الحاجات دي، تلغيها نهائيا، كل الكابلات دي تلغيها نهائيا. بس انا دلوقتي عايز بس اوصل لك الفكره والمعلومه انك تقدر تستفاد من الحاجات دي ازاي. طبعا لو عندك سماعات صب كبيره او اي حاجه زي كده تقدر تستفاد وتشغل حاجه زي كده ازاي. طبعا مبدئيا انت لو عندك بطاريه زي كده، طبعا هتجيب طبعا ايه كلبش من بتاع البطاريات وهتوصل الفرده السمراء مع السمره طبعا دي مع الموجب، دي هتوصلها على موجب البطاريه ودي هتوصلها على سالب البطاريه لما البطاريه تشحن عندك. طيب كده خلاص احنا عرفنا الفكره. بس انصح ان حضرتك لو هتشحن بطاريات تجمع كل اللون الاصفر مع بعضه، كل الفرد الصفراء مع بعضها، وتعملهم فرده واحده وتعريهم ويبقوا فرده واحده عشان تبقى محمله معاك وتديك امبير محترم. وتجمع كذلك الامر الخط الاسمر برضو، كل الفرد السمراء كلهم يبقى خط واحد، وتحط الموجب على الموجب والسالب على السالب. طيب مبدئيا انا عشان عايز اشغل سماعات صب او اشغل ريسيفر او اشغل الراوتر بتاعي هعمل ايه؟ هعمل كده وهوصل زي ما انتم شايفين طبعا الموجب على الموجب في السوكت، السوكت اللي انا جبته هوصل الموجب على الموجب والسالب على السالب. بسم الله الرحمن الرحيم. قيم ممتازة جدا. هعمل ايه بقى تاني يا حبايبي؟ حاجة جميلة برضو ومفيدة ليا وليك ولكل الناس. تقدر بقى تيجي مع نفس الفردة اللي انت طلعت منها سوكت زي كده، هتطلع معاك فردة تانية. في عندك الولاعة بتاعت السيارة دي، ولاعة سيارة، شاحن سيارة، شاحن اللي بيركب في ولاعة السيارة، الشاحن اللي بيركب في ولاعة السيارة. طبعا انا هنا
فكيت الشاحن وخدت فرده موجب وفرده سالب. ممكن حضرتك تجيب البيبه اللي بيركب فيها الولاعه بتاعت السياره اللي بيركب فيها الشاحن، وتقدر طبعا تركب فيها دي وتاخد منها خطين. انا بقى خدت خطين مباشر من الشاحن مباشره. هاجي هنا بقى اوصل برضو الموجب مع الموجب، وهوصل الخط السالب مع السالب زي ما احنا اتفقنا. لا ده الموجب، عفوا ده الموجب، ناخده مع الموجب. نجيب السالب كده مكانه، يبقى السالب مع السالب، السالب بتاع السكوت مع سالب الشاحن، والموجب مع موجب الشاحن ومع موجب باور سبلاي. بعد ما عملنا كده يا حبايبي هنيجي بقى نعزل بشريط اللحام. سهلة جدا وموجودة، وموجودة عندك الباور في البيت مرمي في جهاز كمبيوتر قديم. طبعا هتستفاد بكل سهولة، تقدر تعمل كل الحاجات اللي احنا بنقول عليها. هنعزل كده يا حبايبي، وهنعزل الخط التاني علشان ما يحصلش اي تلامس. طيب لو حصل قفله والسلوك لطت بعضها عادي، لو الكابل ده لط ده خلاص، انا بقول لك الباور بيفصل اوتوماتيك. الباور فيه دايره حمايه بيفصل اوتوماتيك. طيب كده احنا بسم الله ما شاء الله وصلنا كل حاجه. طبعا نوصل كابل الباور تاني، نوصل كهرباء للباور الباور تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الباور شغال، الولاعه شغال، الشاحن هنشحن دلوقتي، هنشحن دلوقتي الموبايل من الباور زي ما انت شايف. طبعا الشاحن ده هيشتغل بطريقه محترمه جدا، لان طبعا عندك الباور الامبير بتاعه عالي جدا. طبعا هتيجي في اي فتحه من دول وتقدر تشغل الشاحن وتشحن الموبايل. تمام يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين، زي ما انتوا شايفين لو قفلنا الموبايل خالص كده نهائيا هنقدر نشوف البطاريه بتشحن ولا لا. طبعا ده بالنسبه للشحن. نقدر برضو في نفس الوقت، نقدر في نفس الوقت نشغل السماعات الصب، نشغل السماعات الصب بتاعت الجهاز، اي صب عندك مهما كان الامبير بتاعه، ونقدر نشغل الراوتر. تقدر تشغل الراوتر لو الشاحن بتاع الراوتر باظ، تقدر تشغل الراوتر بالطريقه اللي انت شايفها. يبقى انا شغلت الراوتر، وطبعا جبت شاحن، وصلت شاحن حاجه محترمه زي ما انتم شايفين. طبعا هنفصل خالص وهنبدا نشحن من تاني. نقدر نشغل ريسيفر لو عندك جهاز ريسيفر، اي ريسيفر عندك تقدر تشغله زي كده، مثلا يكون شغال بخط 12 فولت هتقدر تشغله. فكره جميله وممتازه جدا، كل اخواتي وحبايبي يقدروا يستفادوا منها باذن الله، وتوفر على نفسك ويبقى الجهاز موجود عندك في المنزل تقدر تشتغل بيه مباشره. طبعا الراوتر زي ما انتم شايفين طبعا شغال، لان جوده الامبير بتاعه الباور ممتازه للغايه. يا ريت كل اخواتي يحطوا يعملوا لايك علشان نقدر نستمر معاكم في مزيد من الفيديوهات باذن الله، وانتظرونا في فيديو جديد ومعلومه جديده. اي حد من حبايبي عنده سؤال انا تحت امره هقدر اجاوب عليك باذن الله. سيب تعليق اسفل الفيديو وامر في اي خدمه حضرتك انت محتاجها، هنقدر باذن الله نعمل لك اللازم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.